العائلة التي أنت خرجت أحمد صومالي، ما اسم ذاك المدرسة؟ نعم. يعني يقولون أحمد بن أحمد التابينية. التيمية. وأنت متى خرجت من المدرسة أحمد بن التيمية؟ 2016. يعني إيه في اللغة العربية؟ نعم ندرسنا اللغة العربية، لكن نعم ندرسنا اللغة العربية شوية. من هم ال 2016 بين 2016 واليوم؟ يعني هذا كم سنوات؟ 5 سنوات أليس كذلك؟ نعم بلى. من هم الآخرين من الذين خرجوا، ومن هم الذين خرج معك أنت؟ ما أنا بعض الناس هم سافروا وذهبوا السعودية، وبعض الناس ذهبوا في التونسية، وبعض الناس ذهبوا في القطر، ولكن نحن ندرس في الغامبي، نحن لم نمشي. لا هذا شيء آخر، لكن السؤال يا أنت، يعني أذكر بعض أصدقائك في أحمد بن تيمية المدرسة، أظن بأن هذا المدرسة مدرسة أحمد الصومال، وفي نعم. وفي وفي أيضا إيبوتان، أليس كذلك؟ بلى. أحسنت. الآن أذكر بعض أصدقائك في المدرسة من خرجوا معك. ومنهم نحن رئيسنا مسؤولنا يقولون كيبا جنبه. كيبا جنبه، ما شاء الله. ومن الذين؟ نعم، وأبو بكر ماني. أبو بكر ماني، الحمد لله، ممتاز. نعم، ومحمد منت، ولكن لأنه هو تفيا. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه وعافيه وعافاه. آمين. اسمه إيش؟ آمين. ما اسمه؟ محمد منتي. محمد منتي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم. محمد منتي، نعم. كم كان عمره لما توفى، ومتى توفي؟ ولأنه هو ذهب في الباقية، وذهب الباقية وماتت هنا في الطريق في التونسية. ما شاء الله ما شاء الله. كان في طريق الجنة، كان يطلب العلم إن شاء الله. والله أبو بكر محمد منتي. ومن أيضا؟ عبد القادر منتي. عبد القادر منتي هو أخوه؟ نعم. ما شاء الله. أين هو الآن؟ هو موجود في جوسوان. جوسوان، الحمد لله، ما شاء الله. تعرفنا؟ جوسوان ممكن، لكن أقول لك لا الآن. نعم. الأسئلة: من هم الأولين الشيوخ يعني متخرجين من أحمد الصومال؟ ممكن سمعت منهم؟ أظن سيكون عمر فاباجيت والغوث فوفنا. غوث فوفنا الكبير في يوتيوب، ذاك غوث. نعم بلى. أيوة. ومن أيضا؟ تسمع عمر جيتي؟ عمر فابا جيتي. بلى. أوكي. ومن أيضا؟ والشيخ علي شام، تسمع علي شام؟ علي الأمين شام. نعم، تسمع اسمه الأمين شام؟ نعم سمعت منه. نعم أيوة. ومن أيضا؟ تعرف إبراهيم صو؟ إبو صو. إبو صو. نعم. يبصوا من هو؟ من أي قرية؟ حتى هنا أظن، حتى الآن هو في مدرسة، هو الآن رئيس في مدرسة أحمد الصومال، لأن أحمد الصومال هو لا يكون هنا، هو سيكون سافر إنغلاند وغامبي. المدرسة يده في الآن يبصوا، هو كان موجود هنا الآن. نعم، هو من الأولين. نعم، هو كمان من الأولين، هو عمر فابا جيتي، لا من الأولين. ما شاء الله، فتبارك الله. بلى. واحد اسمه مصطفى سين، أتعرف
هل هو كان منهم؟ نعم أسمع اسمه ولكن لم أعرفه. مستمع سيد، أسمع اسمه ولكن لم أعرفه. نعم، هو كان من الأولين. نعم هو من كان من الأولين. وشياك الجوف كثير منهم، كثير. كثير منهم، لا أستطيع أن أعرف هؤلاء كلهم لأننا أولاد. ما شاء الله، هم في سبيل الله إن شاء الله على كل حال. والله نحن لم نسمع اللغة، لكن بل نحاول. ما سمعنا اللغة نحاول. أي اللغة؟ اللغة العربية. نعم هكذا غامبيا. وسالمينا، اسم واحد اسمه سالمينا. سالمينا هو أستاذي وحبيبي وصديقتي بنتي. اسمه سالمين منتي. أعرفه جدا. والله أعرفه. أما واحد اسمه هو يعني طويل هكذا، اسمه الحاج الشيخو أبو بكر سونكو. أعرفه. أما الدكتور محمد سكا. نعم محمد سيد ومختار سكا. ومختار سك، هؤلاء من الأولين أو من الآخرين؟ لا ليس من الأولين بل ولكن ليس من الآخرين كمان جدا. الدكتور محمد سك ليس كان من الأولين؟ نعم بلا مختار آل مطار. حتى مطار هو ساقي، هو وجد دخان كبير في تبوك يبيع الجوال، لأنه هو في كينا كان هنا إمام، لكن في نان هو في غمبي الآن. ما شاء الله. وأكان هناك أو سمعت ال متى زرت المدرسة في بوتان؟ متى كان ال ولكن أنت أيضا كمن كنت يعني تأخذ دروس في بوتان؟ أما كنت تأخذ دروسا في المعهد؟ بلا أي معهد كنت تأخذ درسا؟ تليني معهد عربي سكول تليني كونجا في تعرف هنا. كيف هناك الآن؟ من المدير؟ أظن هو المدير كرنو دابو، هو المدير هنا الآن. ما اسمه؟ كيرنو دابو. شيرنو دابو. بلا. أما جاجو سي. توفي ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وشيخ سيدي ياسيس معه؟ لا توفي. نعم هو مع جاجو سي. بلا. سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أشرك عند تعرف غبي جدا. أنا خريت الجنبي. كجابي موجود؟ جيرو كجابي هو توفي أيضا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومدير بشير؟ بشير موجود. ولكن ليس مديرا. لا. هذا على كل حال مهم 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 جدا. نعم ما يا شيخ، أريد أن أسألك سؤالا واحد، ولكن أنا كنت أتحدث معك ولكن بلا لم أعرفك جدا، لأن رأيت هذا الرقم في جوالي ولكن لم أعرفه جدا، لكن أعرف أنت تعرف جنبي جدا. كيف تعرف ذلك؟ كيف أتحدث معك رك؟ إذن تعرف اليوتيوب شانل محمد غامبيا؟ بلى. أتعرف سمعت القراءة وكلام محلية الغامبيا؟ بلى. أيوة ذاك كيف من رأيته
لم يعرف غامبيا. لم أفهم مما لم أفهم الذي تقول جدا. اسم القناة فهمت. اسم القناة محمد غامبيا. تعرف أنا على اليوتيوب لأن هذا هنا جنبي رشيد يسويسنا جدا. إذا كان لم تجد واي فاي في بيتك يسويسك. ايوه إذا هذا، كان لكن الشانو اسمي محمد غامبيا. ولكن ما هو المشكلة عندك إذا دخل ذاك الشانل بلى. غامبيا، شانل غامبيا. نعم كيف لا نعرف غامبيا ما دام الاسم محمد غامبيا؟ نعم نعم، أنا كنت الحمد لله كنت سابقا مع أحمد صومالي قبل نعم كل من ذكرت، وأكثرهم جاءوا في بيوت الله سبحانه وتعالى من تلندن أكثر مما ذكرت منهم. نعم نعم هكذا فضل الله لمن يشاء، ذلك فضل الله يا أخي يؤتيه من يشاء والله ذو ما في الفضل مشكلة. العظيم. بعدين سأخذ درس منك، لأن لما رأيت هذا الرقم بالأمس كنت أتحدث معك وكنت أنتم في الامتحان، لقد فرحت جدا في ذلك. من قال لك أنا شيخا؟ لست شيخا. أنتم شيخنا الفاضل لا 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 المتفرغ لا لا بأبانا لا 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 يا شيخ. لا لا شيخا، ليس شيخا، إنما أنا إلهام. أعرف نسأل الإلهام. سنأتي ونحن وأنتم في الأونلاين نأخذ منكم الدراس، أليس ذلك؟ والله التوفيق إن شاء الله، والله التوفيق. أنتم في أمريكا، أنتم في أي ساعة الآن؟ الساعة 11 الآن. 11. نعم. أنتم وجدتم هنا مدرسة كبيرة أمريكا هنا؟ هكذا الأمر، نحن في ما نسميه الانتفاضة القرآنية، وللسبب نحن في إنترنت، ونبقي في إنترنت حتى كل منا نهاجر في سبيل الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. نعم. وبعد ما انتهينا بذاك الأمر إن شاء الله، فانتظروا نعم. إني معكم من المنتظرين. هكذا نعم. هكذا، لكن الذين هم قد بنوا نعم. الجماعات أو أنا لا أريد أن أقول بأن هؤلاء بنوا المساجد، نعم بأنهم ما بنوا نعم المساجد، بنوا ما بنوا 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 جامع، ما نسميها جامع. نعم وهذه يعني والله بكل شيء عليم. هو بلى يعني الذين في قلوب الناس، ممكن أنا لا أرى ذاك الأشياء أو ذاك السيئة في قلوب، لكن الله سبحانه وتعالى هو يعرف ويعلم كل شيء. فهمت كل شيء الكلام؟ هذا هو الحق من الحق المبين. والله. فإذا يا شيخ، يا شيخ،
مجتهد الشريف. نعم بك. نعم. ما اسمك الشريف؟ اسمي محمد عبد الفتاح. محمد عبد الفتاح. أنا اسمي إبراهيم جيتي. إبراهيم جيتي، ما شاء الله. تعرف دكتور ما شاء الله، دكتور محمد سكه، و واحد اسمه محمد جاي. ايه محمد جاي؟ عارفه؟ نعم، الحاجي بابو. نعم، تعرف نعم عارفه. هؤلاء مع أحمد صومال نعم ويوس ترولي، كنا في نعم أول الحلقة إبو تاون في ذاك نعم الزمان 1990. بلا بلا نعم، ذاك الزمان أيضا كنا في مدرسة المعهد بتلندن كنجا أيضا. نعم نعم، وبعد إيه، بعد 1994 نعم وأربعة وتسعين قد خرجنا من ذاك المدرسة، أو قد انتهينا القرآن الحمد لله رب العالمين عند أحمد الصومالي. نعم الحمد لله. والآن إن شاء الله سنتحدث، لي يعني عمل كبير إن شاء الله، سأتصلك إذا تريد به، يعني إن شاء الله سأعطي لك الـ you know accommodation إن شاء الله. أي نوع من الكومبوديشن؟ يعني هذا هو ما نسمي الهدية، لكن إن شاء الله سأخبرك عن ذاك، يعني بقي لنا شوية. ما في مشكلة. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. إذا كل من تعرف بأنه يعرف و يعني يعمل بيوتيوب، let me know إن شاء الله، أخبرني بهم. ما دام أنت نفسك يعني يوتيوب هذا ليس بك فهم كثيرا، أو ليس بك المهم. نعم هكذا إن شاء الله، في أمان الله. أريد أنا هل سيكون إذا كان لا يكون لك مشكلة